فقدان حاسة الشم وحاسة الذوق نتيجة إنفلونزا شديدة. يعني أي فيروس ممكن نصاب فيه، رشح، إنفلونزا أو فيروس كورونا أو بعض الفيروس أو بعض التطعيمات، ممكن نصاب في فقدان هذه الحاستين المهمات لإلنا. حاسة الشم مسؤول عنها عصب الشم، العصب القحفي الأول اللي بيجي موقعه والمجسات الحسية الشمية في سقف الدماغ. هذا السقف بيكون ملان خلايا بتاخد الروائح اللي هي مواد كيماوية وبتحولها لإشارات عصبية. بعد ما يخرج المجسات هذه من عظمة الجيوب الأنفية بتظلها رايحة عن طريق العصب الشم لمركز الدماغ، مركز الشم في الدماغ اللي يتم التعرف عليها. نفس الشيء موضوع الذوق، الذوق في عنا أعصاب كمان من الأعصاب الدماغية اللي هي وفي مجسات حسية، منها العصب 12 ومنها العصب التاسع اللي بيغضوا لسان وبياخذوا حاسة الذوق. كيف عملية إعادة إرجاع هذه الحواس لوضعها الطبيعي اللي هي شغلة مش صعبة؟ تلقائيا الناس خلال 3-4 أسابيع بترجع الحاسة هذه كما كانت، بس في ناس الضرر عندهم كتير فبتاخذ وقت أكتر. وإذا عملنا التعليمات هاي هذا حيسرع من بناء التوصيلات العصبية والخلايا هذه وتنشيطها واللي ترجع الحواس هذه لوضعها الطبيعي. أول شيء موضوع المضمضة والغرغرة والاستنشاق، يعني احنا بنحكي عن حواس هاي هم موجودين هون لا رايحين ولا جايين، فكيف بدنا نأثر عليهم بهذه الخطط الثلاثة. أول شيء وضع قطارة في الأنف أو استنشاق عن طريق التبخيرة اللي هي بتطلع الهواء الرطب في المواد اللي بنحطها فيها وبتوصلها للجيوب الأنفية وبتنزلها على الرئتين كمان عن طريق الهواء. فممكن نستخدم تبخيرة كتير شغلات، البصل، الزعتر، واحنا من صالحنا في المرحلة هاي ان نعدل ونبدل، إن يعني نستنشق روائح عدة اثناء اليوم. هذا هو تدريب للروائح. فعندكم البصل، تحطوا شوية بصل وتستنشقوا البخار. عندنا النعنع، عندنا الزعتر، عندنا البابونج، عندنا الليمون، انك نقطع ليمونه ونحطها في المياه ونستنشق فيتامين سي، والليمون محفز كثير للجهاز العصبي. عندنا لبان الذكر، ملعقه من لبان الذكر المطحون نحطها ونستنشقها ونستنشق فيها المياه هذه مرتين ثلاثه في اليوم. في عندنا القسط الهندي اللي هو زي الزنجبيل، ممكن ناخذ لنا ملعقه مطحونه ونحطها فيها التبخيره ونستنشق القسط الهندي. ممكن نستنشق القرنفل، نحط لنا 7 حبات قرنفل ونستنشقهم لمده 5 دقائق مرتين ثلاثه في اليوم. حبوب الهيل، ممكن نستنشق الروائح العطريه والزيوت العطريه هذه من كل هالمواد، هاي كلها مليئه في الزيوت العطريه. زيوت عطريه يعني بتخرج من مع عمليه التسخين بتطلع واحنا بنستنشقها، وهي زيوت العطريه بتضرب في عصب الشم وخلال ثاني اجزاء من الثانيه بتشموا وبتحسوا فيها، يعني بتوصل للدماغ بشكل قياسي اسرع من لما نشربها. ماشي، هاي الشغلات كلها بنستنشق فيها مع المياه. نفس المحلول اللي استنشقناه بدي اعمل فيه تنظيف للجيوب الانفيه، تنظيف قوي. تنظيف للجيوب الأنفية يعني استنشاق، يعني تدخيل المياه هذه عن طريق الإيل ونظف الجيوب الأنفية عدة مرات، 5 مرات في اليوم. بتعمل عملية تنظيفات أقوى، بحط المياه هذه مع كل اللي ذكرناه في كنينة من المياه وبحني راسي بالطريقة هذه شوية وبضغط على الكنينة بحيث إنه المياه تيجي من الجهة اليمنى وتنزل من الجهة اليسرى وانا محاني راسي شوي. هذه ممكن تعملوها كمان
للأطفال وهي أساسية للجيوب الأنفية. في عنا القطارة، كل المحاليل هاي اللي ذكرناها، كل المحاليل وخصوصا البصر بعمل منها قطارة وبقطر في الجيوب الأنفية مرتين ثلاثة في اليوم. بعدين بنيجي عن موضوع المضمضة، كل الأعشاب هاي والمحاليل هذه اللي لساتها موجودة بدي أتمضمض فيها. أتمضمض فيها يعني بتحطها في ثمة، أحركها وأعمل مساج داخلي لما هي المجلسات الحسية موجودة في اللسان وفي البلعوم، وهاي الجيوب الأنفية كلها بتتأثر وبتستفيد إيجابيا من موضوع المضمضة، وهو تنشيط للعضلات والأعصاب القحفية هذه كلها، لأنه حركات نضلنا نتحرك. وبعد ما نتمضمض دقيقة بنغذف المياه هذه وبنطردها في كل المحاليل اللي ذكرناها، من لبان الذكر للأمور هذه كلها. بعدين موضوع الغرغرة، نفس المبدأ، دقيقة غرغرة وبكب المياه هذه في كل المحاليل هذه، بدناش نرجع نعيد ونكرر، كلها فعالة. شغلات بتساعد كل منتجات النحل كلها، وبالأخص العقرب، العرقب أو البروباليس اللي هو الصمغ تاع النحل، اللي بيصنعوا النحل من الصمغ هذا اللي بياخذوا من الأزهار عشان يغطي الخلية فيه، هذا ممكن تستخدموه غذاء الملكات، ممكن تستخدموه هذا ممكن تستخدموه عن طريق بخاخ، عن طريق قطرة البروباليس خصوصا، لأنه هذا قاتل للبكتيريا، قاتل للفيروسات، وبقوي الجهاز المناعي بشكل كبير. هذه الطرق البسيطة على البساطة، إذا بتعملوها وبتكرروها هذه كفاية كفاية، لو جزء منها، جزء بسيط منها تكرروا يوميا، بتشوفوا إنه الأمور اختلفت خلال 3 أيام، بس الأمور ترجع لوضعها الطبيعي. طبعا بطلوا سووا الأمور هذه، بس هي هذه الشغلات المتاحة حاليا. غير هيك خففوا من الدخان، خففوا من الملوثات، خففوا من السكر، خففوا من الزيوت، عالجوا هالالتهابات، نظفوا صحة نظفوا القولون، اتحركوا، تنفسوا، عملوا التمارين التنفسية، وخصوصا هذه بتسكير الفم. داركم هاي لحالها اذا وانا قاعد بسويها 20-30 مرة، هاي بتعطيني مضاعف من الاكسجين ومضاعف من النيتريك اوكسايد. الاكسجين اللي هو اكبر قاتل للفيروسات واكبر مشجع لاعادة بناء الخلايا، الاكسجين، العلاج بالاكسجين. طب انا في هذا التنفس انا بدخل اكسجين 10 أضعاف، وبعمل النيتريك اوكسايد او اكسيد النيتريك انه يفرز في الاوعية الدموية الدقيقة اللي بتغذي هالاعصاب، وبحيث يصير في توسعات اكثر وتوصيل لدورة دموية اكثر، وهذا بسرع الشفاء بشكل كبير، انه نشط الدورة الدموية. غير هيك ممكن تعملوا الاعشاب هذه كلها، كل المواد ينعمل منها زيوت عطرية، وهذه الزيوت العطرية يندهن منطقة الانف، الجيوب الانفية، منطقة الفم، ينعمل الضغوطات هذه على منطقة الوجه، على منطقة الجبهة عدة مرات. فترة الليل لازم ندهن منها الزيوت هذه، وعلى منطقة الرقبة اللي تظلها الرواحي العطرية هاي تضرب في الجيوب الأنفية وتظلها تحفز فيها، وتمنع الجفاف، وتمنع الاحتقانات، وتمنع الالتهابات. يعني كل ما كان في احتقان ورشع ومخاط، طب كيف هذه الخلايا العصبية بدها تلتئم وتوصل؟ بتظلها تحت التهابات كاملة. هاي الوسائل كلها كفيلة إنها تخلصكم من هالمشكلة العويصة هذه. شكرا لكم، تحياتي.